انت جايبني فين يا مان؟ اصبر بس يا ابني، وانت كيف هو انت على طول متسربع متسربع واسئله اسئله. مساء الخير يا كابتن ابو العينين. مساء النور. مين؟ احنا هنا يا كابتن، وكنا جايين لك بس في مصلحه. ايه ده باكت دحول؟ وشو توطي صوتك يا ابني؟ ما يعرفش ما يعرف. انتوا مخبين عليه ان هو احول؟ ايوه مش ده، لو عارف يتعمي فيها. اهلا بالابطال، امور يا رجاله. الامر لله يا ابو الكباتن. هو احنا بس كنا عايزين اخونا ندربه كده علشان داخل على بطوله قريب. مين فيكم انتوا الاربعه اللي داخل البطوله؟ اربعه اصلا؟ الاثنين دول، وعلى فكره هم توأم. انت وانت بس، دول هياخدوا مني شغل كتير. هي البطوله امتى؟ اخر الاسبوع ان شاء الله. ان شاء الله قبل ميعاد البطوله هيكون الجوز جاهزين، بس اعملوا حسابكم انا باخد على الراس 400 جنيه، يعني الاثنين 800 جنيه. ايه يا عم ده 800 جنيه؟ ده كتير جدا. بقول لك ايه، اقول له ان انت واحد. لا لا خلاص انا هرشته، سيبولي. قلت لي عايز كام يا كابتن؟ 800 جنيه. طيب. امسك كده معاك كام؟ ادي ورقتين، كل ورقه ب 100 يعني 200 جنيه. طيب. ودي كمان. وادي ورقتين، ادي 400 جنيه. حلو. ها. وادي ورقتين كمان يبقى 600 جنيه. وادي ورقتين يبقى 800 جنيه. مرضي؟ الا مرضي، ده زي العسل، ده انت كريم قوي. راجل عسل والله. طيب بقول لك ايه، انا هاخد واحد منهم وهنمشي عشان عندنا مشوار، هسيب لك التاني، عايز تدريبات من النار بقى. ها؟ تمام. وعشان كده انا اخترت اللعيبه داليا عزت علشان تمثل النادي بتاعنا في بطوله الانديه للكيك بوكسنج، واوعدكم اننا مش هنرجع الا بالكاس. الكاس اللي خدته مننا السنه اللي فاتت امريكا. امريكا امريكا شيكا بيكا، تلعبك على الشناكل وتجيب عليك وطيكه. امريكا. انا مش فاهم يا بهجت، ايه لازمته اللي انت ملبسه لي ده؟ يا سلطانيه افهم، البطل عشان يكسب تعاطف الجمهور لازم يبقى من اصول ريفيه بسيطه. يا سلام. ايوه يا ابني، عشان يتحد ويتلاحموا مع بعض زي عصام الحضري كده. عصام الحضري كان بيقف جون كده؟ ايوه يا ابني، في البدايه كان بيلبس لبس الجون على طاقيه وبيركب شنب. اه والله. بودعك بودعك اخر وداع يا عمر ضايع، يا عمر ضايع. أنا اللي هفوز بالبطولة. مين دول؟ تعرفيهم؟ ولا عمري شفتهم. اسمحوا لي ان انا اعرفكم بالبطل المصري الاصيل، حجله العيوطي. نشع حجله وسط السباخ والجله، لذا سمي حجله. مجرد طفل رضيع عاشق للمخدرات والرذيله. فاكر يا حجله؟ بستحي يا كابتن. تستحيش ولا حاجه، كلنا اتشقينا واحنا صغيرين. حجله العيوطي هذا البطل المصري الأصيل اللي ملوش أي أطماع، هو بيحب الرياضة للرياضة، مش واخد الرياضة سلمة لمنصب سياسي زي ما ناس كتير بتعمل. حاجة اللي أنا مش لاقي كلام أعبر بيه. حاجة اللي أنت حاجة جميلة قوي ومصر كلها بتتشرف بيك. استغفر الله. تعال تعال اتكلم مع الناس، الناس محتاجة تسمعك يا حجلة. أول هام إحنا مش شاكرين يا كابتن. تاني هام أنا جاي من كفر الطوايز مركز أبو البزابيز لأجل حاجة واحدة، أفوز بالبطولة. أنت تتحداني يبقى قابلني، أنت تنسى حناني يبقى قابلني. تفوز ببطولة ايه يا فلاح انت؟ أنا بتشرف
اني فلاح وكنت بلم الجله من وانا صغار، يا اقل من البهيمه. انت انسان قليل الادب. اهو انت وكلب وحيوان. اهو انت وسافل وحقير ومش متربي. اهو انت ركبت سيبني عليك. بس يا جماعه، احنا جايين نلعب الماتش ده على رهان كبير قوي. لو داليا كسبت البطل هيجيلها العيوطي هتاخد منه اعز ما يملك. فسر يا كابتن. السلبه الذهبيه. واللي قدر يقتنصها الكابتن هيجيلها العيوطي من الكابتن اسماعيل التيس في بطوله زرايب مصر الدوليه. اما بقى لو فاز الكابتن حجلة العيوطي على داليا، عارفين ايه اللي هيحصل؟ هتجوزك وستت. تتجوزني؟ بعون الله الواحد الاحد الفرد الصامت. اني هقنيك وستت. خايفه تلعبيه ولا ايه يا قطه؟ خايفه العبه؟ ده انا مش هتجوزك لو كسبت، ده انا هتجوزك لو عشت الجوله الثالثه. الاعمار بيد الله يا دوت القط يا قافل. امتى وفين؟ هنا اخر الاسبوع ده. اتفقنا يا جلوس الطين. هاي لياقة اسرع لياقة. يلا يا وحش اسرع. اقوى الكاس اهو جاي. يلا عايزك تركز معايا عشان اعلمك ازاي تضرب بيدك اليمين. ركز. اخش يا وحش. هاي احسن. برافو. تحت شويه. يلا هنا بقى برافو. شايف هعمل زي ما انت بتعمل بالظبط، بس خلي بالك الناحيه التانيه بقى. الناحيه التانيه. لا كده انت ظهرك للبزين ما تنطش. لا لا لا. يا نهار اسود. يا نهار اسود. ده مات باك. لا حول ولا قوه الا بالله. طب بقول لك ايه، زق الجثه برجلك كده في المايه من غير ما حد ياخد باله، وانا هتولى انا تدريبك. ماشي.